التحليل واستعراض نتائج التحليل. بعد ما عملنا نمذجة modeling للبروجكت أذهب إلى analysis ومع ذلك define commands no print add and close. بعد ذلك أذهب وأضغط على run analysis and save. الآن طبعا راح يعمل لك analysis، تتأكد إنه zero error zeroing and not. إذا أردت إنه نصفحه إلى view output ثم ذلك done، تستطيع إنه تصفح الآن نتائج التحليل. أوكي، الآن نذهب إلى post processing ثم أختار كل اللود الموجودة ثم ذلك apply وأبدأ أغير إلى الكومبينيشن حتى أبدأ أستعرضها على أساس تكون عندك الأوبتيمي. طبعا هنا عندك displacement اللي موجودة عندك، هذه النود displacement، الإزاحة الخاصة في النود، ثم ذلك displacement الخاص في البيم. أوكي، هذا displacement الخاص في البيم. على البيم اللي موجود عندك تحدد البيم المعني على أساس طبعا يكون عندك dead load and live load وعندك combination. نفس الشيء على البيم الآخر، عندك dead load and live load، هذا dead load and live load، أيضا عندك الكومبينيشن هذا، وأخيرا عندك هذا اللي موجود عندك في الأعلى. طيب أضغط على reaction، يمكن تشاهد الرياكشن الخاصة فيه. أوكي، لو تلاحظ عندك الاكس والواي والزي، وعندك الام اكس ام واي ان ام زي. ايضا عندك هنا سبورت رياكشن كنود، وعندك ايضا ستاتيك تشيك اوف ريزلتس. الستاتيك تشيك اوف ريزلت ايضا مبينه عندك في الاف اكس ولا في الواي في الاف زد وام اكس ام واي ان ام زي. الان طبعا بالنسبه للبيم ريزلت فراح يعطيك نتائج البيم كديفليكشن كالمومنت الى هذه الامور. وطبعا هو لو تلاحظ انه لما قمت بتفعيله فهو فعل لك ايش؟ قام بتفعيل عندك الام اكس. اوكي، يمكن تشاهد عندك الام واي الام اكس اور الاف واي. اوكي، يعني هنا في اتجاه الواي في الاساس، اعتبرنا الواي هي اب، وايضا تستطيع مشاهده الاف في اكس. اوكي،